على نفس هذا الموضوع مشاهدينا بينضم إلينا هاتفيا الآن الأستاذ محمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي. أستاذ محمد تحياتي ليك. أهلا وسهلا أستاذ عين، تحياتي لحضرتك وكل المشاهدين. لو بنتكلم على أي تحدي أو أي أزمة مصر بتتعرض ليها طبيعي جدا، أو أي بلد تانية بتتعرض ليها طبيعي، أن بنقول أن أي أزمة لازم يكون ليها خسائر، لو بنتكلم على خسائر اقتصادية أو أيا كان نوع آخر من الخسائر. لكن سفينة الحاويات إيفر جيفن الحقيقة والأزمة اللي تعرضت ليها مصر، لو نقول أن المكاسب كانت أكتر من الخسائر، مش عارفة أنت تتفق معايا ولا لأ، خاصة من الجانب الاقتصادي. يعني اسمحيلي في البدايه الاول يعني ان احنا نبارك لبعض على اللي حصل، انه اخيرا الازمه انتهت. ف اللي حصل ده خبر جميل جدا لمصر، وخبر وكمان احنا من بقالنا فتره حوالي اسبوعين عندنا احتفالات كمان ثوره 30 يونيو، فاحنا بقالنا فتره طويله في احتفالات واعياد، فيا رب تفضل مستمره لاطول فتره ممكنه باذن الله. فمبروك علينا كلنا الخبر اولا. ثانيا انه أنا عايز أقول لحضرتك إن الأزمة دي كانت أزمة مهمة جدا ومفيدة جدا، مفيدة قوي لصالح مصر. وإحنا بنتكلم هنا بعد ما خرجنا من الأزمة، بعد ما نجحنا في التحدي، لكن لو إحنا اتكلمنا في أثناء الأزمة أكيد لو حد قال إن الأزمة دي خير لينا كان صعب إن الكلام ده يتم قبوله، لكن النهاردة بعد ما خرجنا من الأزمة أنا شايف إن هي كانت خير كبير جدا لينا، لأنه لو رجعنا لحوالي 133 سنة لورا لما تم توقيع اتفاقية القسطنطينية اللي هي بتنظم عمل قناة السويس، كان بيمر ساعتها في القناة حوالي 500 سفينة فقط، 500 سفينة في السنة بتمر في القناة. النهاردة احنا بنتكلم عن ممر ملاحي قناة السويس بيمر فيه حوالي 19,000 سفينة، 19,000 سفينة بتمر فيه سنويا. السفينة الواحدة زي ما حضرتك شايفة كده في إيفر جرين على سبيل المثال بتشيل أو بتحمل على ظهرها أكثر من 16 ل 20,000 حاوية. قناة السويس أصبحت مؤثرة بشكل كبير جدا في حياة مليارات البشر، مش بس ملايين، مليارات البشر من آسيا إلى أوروبا إلى الأمريكتين، وخاصة أمريكا الشمالية طبعا. فبالتالي النهارده لما حصلت الأزمة دي، العالم كان قبل الأزمة كان يبدو إن هو قد تناسى أهمية قناة السويس المصرية. بالظبط كده، كان في مشاكل كبيرة، كان العالم مركز في الممرات الملاحيه واللي بيحصل فيها مشاكل، زي مثلا مضيق باب المندب او مضيق هرمز وغيره. لكن النهارده لما كنا محتاجين يمكن الازمه دي، هو ده الفايده اللي عادت علينا عشان نذكر العالم مره ثانيه. ازمه كاشفه يعني، لو نقدر ان احنا نوصفها بشكل كبير. بالظبط كده، الازمه وضحت للعالم كله ان هناك دور عالمي لمصر، مش بس دور عالمي لمصر، اقصد بشكل محدد الدور العالمي لقناه السويس. النهارده العالم ادرك انه هذا الدور اصبح حيوي ومؤثر بشكل غير طبيعي. يعني لما بنتكلم عن خسائر في اليوم الواحد نتيجه جنوح السفينه بحوالي 10 مليار دولار خسائر، انا بتكلم عن الاقتصاد العالمي مش مصر. الاقتصاد العالمي نتيجه هذا التاخير والاضطراب اللي حصل في حركه التجاره العالميه 10 مليار دولار في اليوم الواحد. دي أول حاجة. تاني حاجة، إحنا بنتكلم عن إنه القناة بيمر فيها 19,000 سفينة، ده شيء جميل، لكن الأهم من كده إنه القناة الرقم اللي بيتقال دايماً في الأخبار هو إن القناة بتستحوذ على 9% إلى 10% من التجارة العالمية، لكن في ظني إن الرقم الأهم واللي هو ده رقم غير متداول ومش عارف ليه الناس مش بتركز عليه، إنه قناة السويس تقريباً بتحتكر تماماً بنسبة 100% الخط الملاحي اللي بيتحرك من اسيا او جنوب شرق اسيا الى اوروبا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. ليه الخط ده مهم وليه احنا فخورين ان قناه السويس بتحتكره تماما؟ لانه الخط ده هو كل العالم، هو قلب اقتصاد العالم، لان هي الخط ده بيعدي من بيخرج من الصين ثم الهند وبعد كده بيجي عند قناه السويس ويروح لاوروبا وامريكا الشماليه. طيب ليه الخط ده مهم؟ لان هو ده اصلا الاقتصاد العالمي، الصين، اوروبا، امريكا. مين تاني في الاقتصاد العالمي ده؟ احنا بنتكلم في 80% من الجي دي بي، الجي دي بي الخاص بالعالم هو في الدول اللي بتمر عليها الخط الملاحي ده. فلما قناه السويس تستحوذ على 100% من كل السفن اللي بتخرج من اسيا رايحه الى امريكا الشماليه، والعكس صحيح، من خارجه من امريكا الشماليه رايحه لجنوب شرق اسيا، فده كان امر ونسبه مهمه. طيب احنا بنتكلم يا استاذ محمد على الاهميه، لو نقدر نقول الاهميه الجغرافيه وكمان الاهميه الاقتصاديه اللي خاصه بقناه السويس، لكن لو احنا بقى اتكلمنا على المنافع الاقتصاديه
اللي بتعود لمصر من خلال الكفاءة اللي موجودة في قناة السويس وفي الإدارة، ويمكن برضو كانت الأزمة الكاشفة دي خلتنا نحس بقيمة رجالتنا اللي موجودين في القناة. طبعا لو حضرتك بتتذكري في وقت الأزمة كان في ناس كتير جدا بتراهن على أنه الأزمة دي هتستمر الأسابيع، ونقعد نعد بقى اليوم ب10 مليار دولار، وكل شوية يطلع من قناة السويس أخبار عالمية، مئات الأخبار والتدفقات الإخبارية يوميا الأزمة، أنه قد إيه مصر مش قادرة، الأزمة قد إيه مصر ما عندهاش قدرات كافية عشان يعني تحل أو تفك المشكلة اللي وقع فيها الاقتصاد العالمي، وأنه قد إيه القناة، وده كان كنا هنبدأ نسمعه بعد كده لو الأزمة طولت، كنا هنبدأ نسمع عن كلام عن تدويل القناة، أنه القناة تصبح بقى ممر دولي وأنه يدخل فيها عدة دول تديرها وتشرف على النظام العمل فيها عشان ما يتكررش بقى الأزمة زي دي. لكن طبعا كل ده اتمسح، كان في دول كتيرة بدون ذكر أسماء عشان يعني لا تسبب في أي حساسيات، بس أنا كنت كتبتها أكثر من مرة أنه في دول بعينها ومسؤولين رسميين في دول بعينها سواء في المنطقة أو بره المنطقة كانوا يعني بيكتبوا تصريحات وبيانات صحفية فيها شيء كبير جدا من الشماتة واستغلال الأزمة لصالحهم ولمصالحهم الشخصية في إنشاء ممرات ملاحية أخرى تنافس قناة السويس. فإحنا كان عندنا أزمة، عندنا حكومات عندها مشكلة معانا وعايزة تستغل الأزمة، عندنا شركات وخطوط ملاحية بدأت تساومنا، عندنا جماعات كمان، ده غير بقى الجماعات اللي في الداخل اللي حضرتك عارفاها، الجماعة الإرهابية طبعا والجماعات المختلفة اللي في المنطقة هنا اللي كانت مبسوطة جدا باللي بيحصل، المتربصين اللي احنا عارفينهم مع كل أزمة يعني مش جديد عليهم. في خبير، في حد مسمي نفسه يعني خبير، كان على تويتر بيتكلم ان الأزمة دي مستحيل تخلص قبل أسابيع وشهور، فبالتالي النهاردة لما نخلصها في 6 أيام، فده كان طبعا موضوع بالنسبة لهذه الحكومات والأشخاص والأفراد والجماعات كان صدمة كبيرة، وان ده يحصل بسواعد مصريه وبدون الحاجه الى زي ما هم كانوا بيتكلموا ان لازم مصر بقى تفتح المجال للمساعدات الدوليه ولازم دول كتير تدخل بقى في اداره القناه، كل ده ما حصلش. الاهم من كده هو ان احنا مباشره بعد الازمه لما خلص وتم تسهيل حركه الملاحه في اواخر شهر رمضان، الرئيس رئيس الجمهوريه بنفسه راح اعطى اشاره البدء في مشروع لتوسعة وتعميق مجرى 30 كيلو من مجرى قناة أو 40 كيلو من مجرى قناة، والمشروع ده يخلص 2023 بتكلفة كام؟ 14 مليار دولار، تكلفة ضخمة جدا بحسب تصريحات رئيس هيئة القناة، تكلفة ضخمة جدا. طب ليه احنا عملنا بسرعة المشروع ده رغم ان هو كان مشروع على الجدول موجود فعلا، لكن الأزمة خلتنا نسرع من تنفيذ هذا المشروع. طيب ليه احنا عملنا كده، وليه السيد الرئيس بنفسه وجه لاطلاق المشروع؟ عشان ناكد للعالم ان احنا مدركين جدا جدا الدور العالمي اللي بتؤديه قناه السويس للاقتصاد الدولي، وان احنا الاهم من كده ان احنا دوله مسؤوله وان احنا دوله مستوعبه هذا الدور، وان احنا على قدر المسؤوليه ولسنا في حاجه لاي مساعدات خارجيه او دعم دولي. ويمكن ده اتضح بشكل كبير يا استاذ محمد خلال هذه الازمه، أزمة يعني إيفر جرين بشكل كبير جدا، وزي ما احنا قلنا أن الأزمة دي كانت خير كبير لمصر لأنها كانت كاشفة للعالم كله أهمية قناة السويس، وبالنسبة لنا احنا كمان أن احنا نقدر الكفاءة المصرية العاملة في هذه الهيئة. أستاذ محمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.